هذه الحلقة من قهوتي حتكون عن اللا شيء. مرحبا بكم مجددا، أني زينب الشمري. إذا الحلقة السابقة من الميكانيك الكم دوختكم فأنتم على right track. فكما قال نيل سبور، إذا واحد يحكي على ميكانيك الكم بدون ما يدوخ فهذا ما يفتهم أي شيء. اليوم راح أحكي على مبدأ الريبة أو اللا يقين لهايزنبرغ، واللي يعتبر من أهم المبادئ الفيزيائية في ميكانيك الكم. يلا نبدي. إذا سألتكم على هذه الزجاجة فارغة أو لا، حتقولوا لي فارغة، صحيح؟ الزجاجة مو فارغة، لأن بيها جزيئات الهواء من أكسجين وثاني أكسيد الكربون وإلى آخر، هيغير فوتونات الضوء وحرارة وإشعاعات وضوضاء. زين، خلي أفترض بأني سحبت كل جزيئات الهواء وبردت الزجاجة لدرجة قريبة من صفر كلفن وأبعدتها عن أي إشعاع، هنا صارت فضاء فارغ. بس مو معناها بأنه ما بها أي شيء، والسبب هو مبدأ الريبة أو اللا يقين لهايزنبرغ. هاي النظرية وضعها العالم الألماني هايزنبرغ. يقول هذا المبدأ أنه لا يمكن تحديد الموضع والسرعة أو قيمة المجال ومعدل تغيره معا وبدقة لكم ما وفقا لهذه المعادلة. هنا دلتا بي هي عدم التأكد في كمية الحركة، والدلتا اكس هي عدم التأكد في الموضع. فإذا قلنا الفراغ ما بأي شيء، فهذا معناه بأنه حددنا موضع الجسيم وسرعته على أنه صفر، وهذا يخالف المعادلة، لأن لازم تكون هاي الجهة من المعادلة أكثر من صفر، مثل ما تشوفون هذه الإشارة. فإذا ضبطت موضع الجسيم حتكون سرعته مغوشة أو غير محددة أو لا يقينية. السبب في عدم تحديد السرعة هو مو لأنه ماكو جهاز يقدر يقيس السرعة، وإنما هو شيء غير ممكن ضمن حدود كوننا. هذا المفهوم تم تطبيقه في محاولة لفهم كوننا، شلون بدأ؟ هل فعلا بدأ من لا شيء؟ هل فعلا الفضاء الفارغ تظهر به جسيمات افتراضية وتختفي؟ يعني مثل ما تطلع طاقة موجبة وطاقة سالبة ويفنيان بعضهم البعض، أو مادة ومادة مضادة ويفنيان بعضهم البعض. هاي الجسيمات الافتراضية تظهر وتختفي لأنه الفراغ ماكو بي فراغ. أينشتاين كان معارض لمبدأ اللايقين بوقتها، وقال مقولته المشهورة الله لا يلعب بالنرد. بس هذا المبدأ الفيزيائي مثبت تجريبيا، وتبين بأنه أينشتاين كان مخطئ هنا. فالمبدأ اللايقين استنتجنا بأنه الفراغ لا يمكن أن يكون خالي تماما من كل تفاوتات كمومية، لأنه لو كان خالي فحيكون حددنا موضع وسرعة الجسيم وضبطناه على الصفر، وهذا مخالف للمعادلة. فالنتيجة هو أن الفراغ الكوني اللي نعيش به مليء بالتفاوتات الكمومية، وبالتالي يثبت بأن الفراغ الكوني منتج لجسيمات من لا شيء. طبعاً ده أحكي فيزيائياً مو فلسفياً. هنا جاء بعض علماء الفيزياء مثل ستيفن هوكينج وستيفن واينبرغ، وقالوا بأنه ماكو حاجة لإله، لأن الكون أصلاً نتج بحدث كمومي. فإذا كانت الكموم تنتج من لا شيء، فمعناه بأن الكون جاء من لا شيء بدون الحاجة لتدخل إله. هذه القضية مو قليلة، ولذلك اليوم طرحتها. فمن يجي أحد ويقول لي ليش تدخلين العلم بالدين، أقول له لأن هذا اللي يصير. أكو علماء يقولون بأنه العلم كافي لتفسير كوننا، وأنه ماكو حاجة لوجود إله، أنه العلم ملأ الساحة وأجاب على هاي الأسئلة الكبرى وبين العلل اللي كانت مجهولة، وما عاد أكو فراغ يسمح لكم بحشر إلهكم كعلة لحدوث شيء أو بدءه. إلى الآن ما لقيت إجابة قوية على هاي المسألة غير اللي جاء بكتاب وهم الإلحاد لأحمد الحسن. فحتى إذا ثبت تجريبياً بأنه الفراغ بكوننا ينتج شيء من لا شيء، فمن يقدر في حدود كوننا أن نحدد السبب الحقيقي لكون الفراغ أنتج الشيء من لا شيء، أو أن الكموم تظهر وتختفي في الفراغ. وهذا أمر ذكرته بالحلقة السابقة اللي راح أخلي لكم رابطها أسفل هذا الفيديو حتى تشوفوها بعد ما نخلصون هذا الفيديو. بيّنت بأنه إلغاء السببية هو هروب من الحل وليس حلاً، وأيضاً عرضت إحدى الحلول العلمية اللي طرحها العالم هيو إيفرت بفرض وجود أكوان متعددة، وأن الاحتمالات التي لا تتحقق في كوننا
تتحقق في كون آخر. هذا مقتبس من كتاب وهم الإلحاد. إذا فبعض علماء الفلك والفيزياء النظرية من أمثال ستيفن هوكينج ولورنس كراوس وغيرهم من المتحمسين لمقولة شيء من لا شيء، والتي على أساسها قالوا إن الكون ظهر من العدم دون الحاجة إلى إله، قد بنوا بنيانهم على أمر فلسفي في ميكانيك الكم غير محسوم ولا يوجد أي دليل عليه، وهو إلغاء السببية. مع العلم أنه يوجد منافس قوي وهو فرضية الأكوان المتعددة، وأن الجاذبية غير المعللة مثلا يمكن أن تكون أثرا آتيا من كون آخر، وكذلك التفاوتات الكمومية في كوننا الذي نعيش فيه. فلا مانع أن تكون هذه التفاوتات الكمومية عبارة عن آثار تصلنا من أكوان أخرى. هيك يكون بنيان ستيفن هوكينج ولورنس كراوس وغيرهم فيما يخص الإلحاد بنيان هار متناقض علميا، لأن إلغاء السببية يتعارض ويا نظرية الأكوان المتعددة. عدنا بعد هواية نحكي بيه بخصوص ميكانيكا الكم وخصوص الإلحاد العلمي، فالعلم نفسه ما بإشكال، وأتمنى أن يكون عندكم دائما شغف للتعلم والبحث. رمضان كريم عليكم، وأشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.